بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هذه الآيات المباركة فيها مفاهيم وتتكلم عن معاجزة مهمة للنبي عيسى عليه السلام. أحبائي، المعاجز موجودة في حياتنا، وبالذات في كيان الإنسان. الإنسان مليء بالمعاجز، الإنسان مليء بالمعاجز العظيمة التي تحير الألباب والعقول. فالإنسان مليء بالمعاجز من رأسه إلى أخمص قدميه. لاحظ هذا الإنسان، كما يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه للمفضل ابن عمرو في كتاب التوحيد، هذا الكتاب المهم جدا، الإمام يستعرض المعاجز في الإنسان. على سبيل المثال، فإنه يذكر الحاجب وكيف أن الله عز وجل ركبه بحيث لا يطول وهو يحجب العرقة عن العين، وكذلك يذكر الدم وهو مصنع عظيم في العين، لا يمكن للمصانع أن تصنع الدم ولو اجتمعت برمتها، وكذلك الأنف والفم وشعر الإنسان. هناك كتاب قيم يقول هذا الكاتب أن كل شعرة في الرأس فيها مصنع. سبحان الله، إذن كم مصنع في الإنسان؟ آلاف المصانع، مئات الآلاف من المصانع. الإنسان في كيانه مئات الآلاف من المصانع. لاحظ فإن الكبد له 1000 وظيفة، وهذا القلب يضخ في اليوم 8000 لتر من الدم، وليس بإمكان مصنع أن يضخ مثل الدم كما هو القلب. فالقلب معجزة وآية من آيات الله. لذلك هناك معاجز ثرة تسترع الانتباه وتستوجب التفكير. سبحان الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الآية تقول: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. عندما حملت مريم بعيسى فجاءت به قومها، تقول الآية، وعندما جاءت به قومها تحمله قالوا: يا مريم، قالوا: يا مريم، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ماذا تقول السيدة مريم؟ ماذا تقول وماذا ترد على هؤلاء وترد على هذا الافتراء؟ إلا أن تشير إلى معجزة مهمة وتشير إلى النبي عيسى عليه السلام، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ يا الله، الله عز وجل أنطق لسان عيسى وهو الذي أنطق كل شيء، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ بعدها قال النبي عيسى: إني عبد الله، آتاني الكتاب
لاحظ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم، فإن السيد عيسى أو السيد عيسى هذا النبي العظيم تكلم في المهد. لماذا تكلم في المهد؟ أولا حتى يرد على المتقولين، لأن مريم ما كانت تجابه هؤلاء وما كانوا ليقتنعوا بكلام مريم إلا بمعجزة. الشيء الثاني حتى يكبر في أعين هؤلاء، وهذا التعظيم في أعينهم إنما يهيئ أرضية لنبوة عيسى عليه السلام. وبالفعل فإن هذه المعاجز هيئت أرضية لنبوة عيسى، ثم أخذ يوجه الناس. والشيء الثالث أحبائي حتى يدفع عن أمه التهم الكبيرة التي وجهها هؤلاء القوم الذين يجهلون مريم. وهكذا فإنه تكلم وبكلام عال قال إني عبد الله، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. الكهل طبعا ما بين 34 إلى 56 يسموه هذه المرحلة الكهل، أما قبلها 34 شباب، وبعدها بعد 56 شيخ. الباري عز وجل يقول وكهلا ومن الصالحين، هذه معجزة أخرى للنبي عيسى، حيث أن الباري عز وجل بشر قومه بالبقاء إلى عمر الشباب. أما لماذا الأنبياء طبعا يبعثون في هذا العمر دائما 40 سنة؟ طبيعة المجتمع أحبائي لا تتحمل من الصغار ومن صغار السن، المجتمع هكذا، وهذه حالة نفسية، فإن الكبار لا يسمعون لصغار السن إلا إذا بلغ الإنسان 40 سنة، فإنه يؤثر ويؤسف له أن الكثير لا يسمعون لشبابنا، أن الكثير لا يصيغون السمع لشبابنا، حتى لو كان الشاب عنده كلام معقول، عنده كلام متزن، عنده كلام ذو معنى. وهذه المشكلة تقع بين الآباء والأبناء، ترى الأب لا يسمع لولده حتى لو بلغ من العمر عتية، وهذا خطأ فاضح. أحبائي أيها الآباء، أنا ما أقول أنتم والحمد لله على تجربة وأنتم مليئون بالتجارب، ولكن علينا أن نسمع، علينا أن نستمع، علينا أن نحترم. أنا ما أقول لك أيها الأب اسمع لولدك، لا، وإنما أحترم رأيه، لأن الإنسان كل إنسان كما يقول الفيلسوف ابن سينا في كل عقل رأي مصيب. فالأب علي أن يسمع لا بأس حتى يقوي شخصيته، ثم بعدها يقوي أفكاره ويفتح أمامه الآفاق. وبعدين الشاب إذا قويت شخصيته فإنه يبدع ويتكلم ويتجرأ. هناك حواجز، علينا أن ننسف هذه الحواجز أمام الشباب. الآن شبابنا والأسف وللأسف الشديد يحمل شخصية ضعيفة، يحمل شخصية منهارة نسميها. الشباب ده ينهار لأنه ماكو هناك مؤسسات تستوعب هؤلاء، تفهم هؤلاء، تعد برنامجا لاحتواء الشباب. الآن أنا أرى في الطرقات فإن شبابنا ومع الأسف الشديد يسلكون مسالك منحرفة للغاية، وهذه مهمة طبعا تقع على مسؤولية الأب، على المراكز، على المراكز التربوية التي هي شحيحة. فعلينا أن نعد برامج لتقوية الشباب، تقوية شخصيتهم. على كل حال، النبي عيسى عليه السلام عندما بلغ هذا العمر أخذ يكلم الناس، وأخذ يرشد الناس، وأخذ يتواضع للناس، وأخذ يخدم الناس. هكذا هو هذا النبي، كان متواضعا،
تكلم مع حواريه، وكان هذا الإنسان العظيم يقدم آيات عظيمة لحواريه. في يوم من الأيام فإن النبي عيسى عليه السلام جاء بطشت فيه ماء وأخذ يغسل أرجل حواريه، فتعجبوا وقال: ما تعمل يا روح الله؟ ماذا هذا؟ ما هذا العمل هذا؟ قال: أنا أعمل لكم هذا حتى تعملون مع الناس، لا تتكبروا عليهم وتقولوا نحن حواري عيسى. نعم، هذا هو التواضع، هذا هو الأدب. وأيضا جاء في التفاسير: وكهلا ومن الصالحين. وكهلا طبعا عندما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ويصلي خلف الإمام الحج عليه السلام، والروايات ثابتة أحبائي في كل الكتب، في كل الكتب المقدسة وفي كتب السنة والشيعة وفي الكتب المقدسة، فأن النبي عيسى عليه السلام ينزل ويصلي خلف الإمام الحج في القدس، وكهلا يتكلم مع الناس عندما ينزل ويكلم الناس. النبي عيسى طبعا رفعه الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وفي آية بل رفعه إليه إلى الله عز وجل وهو حي. الإمام الصادق عليه السلام قال: إنما أبقى البارئ عز وجل عيسى حيا لينزل وينصر قائمنا. والإمام الحجة صلوات الله عليه ينزل طبعا عندما يقف، ويقف في بيت المقدس ويقف هناك، ينزل عيسى بن مريم ويصلي خلف الإمام، والإمام الحجة صلوات الله عليه والإمام المهدي صلوات الله عليه، هذا الإمام العظيم بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في صحيح الترمذي. قال رسول الله، حديث مشهور في صحيح الترمذي وابن ماجه وسنن الدارمي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج ولد من ذريتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض قصة وعدلة بعد أن ملئت ظلما وجورا. 600 حديث في الإمام الحجة صلوات الله عليه في كتب السنة، وهذه الكتب طافحة بهذه الأحاديث الرائعة الثابتة القاطعة كما يقول السيوطي. ومع ذلك يأتي الدكتور أحمد صبحي في ضحى الإسلام ويقول أن أحاديث المهدي ليست صحيحة، وهذه الفكرة، ومع الأسف على هذا الدكتور يقول وهذه الفكرة هي يهودية، إنما جاءت من اليهود. ومما يحز في النفس فأن أحمد صبحي، على كل حال الدكتور كذلك أحمد صبحي وأحمد أمين، أحمد صبحي في نظرية أو في كتاب نظرية الإمامة عند المذهب الاثنى عشر يقول أن هذه الفكرة اختلقها الشيعة، فكرة المهدي اختلقها الشيعة. ليش؟ هو يقول لأن الظلم الذي لحق بالشيعة أجبرهم على أن يفكروا في مخلص. ومع الأسف وفي نفس الكتاب هو يقول الدكتور أحمد صبحي في نفس الكتاب يقول: قال رسول الله، وينقل الترمذي هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج ولد من ذريتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن مليت ظلما وجورا. وفي نفس الكتاب حول إمام المهدي يقول، هو يقول الدكتور أحمد صبحي يقول: فإن الديانات برمتها تبشر بمصلح. هو يقول فإن المسيح الأحباش عندهم مصلح وهو تيودور المسيح الأحباش. لاحظوا أيها الأخوة أيها المشاهدون، لاحظوا، يقول أن الديانات برمتها تبشر بمصلح، هناك مصلح يأتي في آخر الزمان ويصلح أمر الدنيا. يقول المسيح الأحباش عندهم تيودور، المجوس عندهم أشيدر بابي، وكذلك المسيح الأحباش
والمجوس. ويقول أيضا فإن فولتير يقول فإن الغرب الدول الغربية تبشر بمصلح، هناك مصلح يخرج في آخر الزمان. وأيضا هو يقول حتى جماعة هولاكا وتيمور لنج يقولون أن تيمور لنج سوف يخرج ويصلح من الدنيا. وطبعا الكتب طافحة قلت، واسم الإمام الحجة أيضا موجود أحبائي في الكتب المقدسة، وراجع الكتب فإن اسم الإمام في التوراة، اسم الإمام الحجة في التوراة، احفظوا هذا الاسم، اسم الإمام في التوراة قدمونيا، واسم الإمام أبو الإمام الحجة نوقش، اسم الإمام الحسن العسكري نوقش هو أبو الإمام الحجة صلوات الله عليه اللي اسمه قدمونيا. أعيد وأكرر، اسم الإمام الحجة قدمونيا، والأسماء هذه موجودة في الكتب المقدسة. اسم الإمام علي معروف في كل الكتب المقدسة إيليا. واسم النبي محمد ذكرت هو اسمه ميذ ميذ في التوراة، ميذ ميذ، ومعنى ميذ ميذ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أحبائي، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، كهلا يعني في عمر 40 أيضا يكلم الناس. والآية، لاحظوا الآية اللي في الكتاب الكريم، وأم من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يا الله، سبحان الله، يعني هناك من أهل الكتاب من يؤمن بالسيد المسيح قبل موته. الآن هو حي، إذن متى يموت؟ طبعا عندما يكلم الناس. لا تقول، إذن يموت عيسى بعد أن يكلم الناس، بعد أن يكلم أهل الكتاب بلسان فصيح. والرواية تقول فإن الإمام الحجة صلوات الله عليه عندما يظهر، والعلامات الآن ظاهرة وبينة، عندما يظهر الإمام في مكة المكرمة، وعندما يبايعه جبرائيل والأصحاب، يأتي بعدها إلى العراق، وهناك معركة فاصلة. والذي يقول هناك معارك دموية لا صحة لها، كل ذلك هؤلاء عندما يقولون فإن الإمام الحجة يخوض معارك دموية وتجري الدماء لا صحة لها، وهذه الأخبار ملفقة على الإمام ومفترات على الإمام. الروايات الثابتة تقول فإن الإمام الحجة صلوات الله عليه، أحبائي هذه نقطة مهمة، فإن الإمام الحجة صلوات الله عليه إنما يخوض معركة مصيرية مع السفياني في ظهر الكوفة، وبعد أن يقضي عليه ويطوق جيشه يذهب إلى كربلاء، ثم يخاطب جدة ويأخذ الجيش إلى فلسطين، وهناك طبعا تصير مفاوضات. النبي عيسى، وهي نقطة أيضا مهمة، البارع عز وجل ادخر النبي عيسى حتى ينزل، وعندما ينزل يخاطب أهل الكتاب، والروايات تقول يخاطبهم بلسان فصيح، نبي، وأهل الكتاب علماءهم يعرفون النبي عيسى فيؤمنون به. لا تقول إلا ليؤمنن به قبل موته، يخاطبهم بلسان فصيح. ليست هناك معارك، ليست هناك دماء، ليست هناك شلالات من الدماء كما يقول البعض، وإنما هناك مفاوضات، هناك علم. النبي عيسى يدعم موقف الإمام صلوات الله عليه ويقوي موقفه، ويخاطب نعم أهل الكتاب، يخاطب الشعوب المسيحية، وهؤلاء يدخلون في دين الله أفواجا. وعندما يدخلون في دين الله فإن النبي عيسى عليه السلام يكون أحد قوات الإمام صلوات الله عليه، والإمام عندما يقود هذا الجيش يقوده، والعلم قد ملأ العقول، والعلم والثقافة والأخلاق والإيمان، الإيمان قد ملأ القلوب، العلم قد ملأ العقول. أصحاب الإمام كما تقول الروايات يبلغون درجة عالية من العلم، فيخاطبون الناس بلسان وبأدلة قاطعة، ويقدمون لهم الآيات والبراهين، وليس هناك سلاح.
إنما ينتشر الإسلام بالعلم وعن طريق العلم كما انتشر الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي نشر الإسلام عن طريق العلم، عن طريق الأخلاق، عن طريق القيم، وهكذا الأئمة صلوات الله عليه. ونفس هذا الشيء يقوم به الإمام الحجة صلوات الله عليه، إنما ينشر الإسلام بالعلم، بالثقافة، وبالأخلاق، نعم، وبالقيم الحقة. وبذلك نقول: إلهي بحق محمد وآل محمد، أرنا الطلعة البهية بحق محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.